مشهد هذه السيارة وهي تغير مسارها دون استعمال إشارة الالتفاف أو الغماز يعتبر من المشاهد التي تتكرر يوميا أثناء السير، فما السبب الذي يجعل السائق يتجاهل استخدام هذه الإشارة الضوئية؟ كاين بزاف الشعب الجزائري اللي ما يديروش كلينيطو بزاف، هذه بارتو يديروها سكالا. يا خويا راك تمشي في الطريق راح تدور منه والله منه دير كلينيطو، قد بيدخل فيك واحد والله منه هذه هي. وأنت على ما درتش كلينيطو؟ أنا ما سقاويتش هذا وراني نط حبيبي. جيت هابط. ها؟ ومن بعد كي ولات جات لي راسي قلت له منها خير. نسيت الإشارة هكذا صاري حنا ديزالجيريا وننساو. قلت بكري وهذا ونجي طلع جي متزاير. هذا هو الحق. كاين الغمازة اللي تقول زدت عليا ارتيلاغ ما يستعملهاش كاع تهضر معايا يستعمل العنف تقول له خويا على ما درتليش هكذا قال يقول لك ما نبيليش بيك يقول لك تدو ولا ما تهضرش معايا كاين اللي يطبق كاين اللي ما يطبقش كاين اللي يطبق كيما الناس كبار هكذا كيما بعلنا شويه راهم يطبقوا شويه اذا الخفاف هذو شويه تلقاه يخرج لك ديريكت. عدم استخدام إشارة الالتفاف كثيرا ما يثير عصبية البعض، فتغيير المسلك فجأة دون سابق إنذار تصرف سلبي له انعكاساته. أغلبية ما يديروهاش خويا، كثرة هاي ديما قريب لا غمازة، هي قريب لا غمازة. تهضر معايا يقول لك تزمع ولا تدولا، تقول له على ما درتش غمازة يقول لك تدولا، أنت تدولا تهضر معايا يقول لك توشرح لك. تولي تسكت تخليه تسكت. تقلق سي نورمال تقلق، تشوف واحد يمشي قدامك من بعد يحبس ما يديرلكش ميم با كلينيطو، يحبس ديريكت سلوكو. أيوة. تلقى روحك تفريني وتخاف اللي يدخل فيك وراك واحد. الكثير من السائقين لا يستعملون الغماز. والأكثر من ذلك نجد أن البعض منهم يجهل أنه ارتكب مخالفة. أنت راك ارتكبت مخالفة درك، وش هي المخالفة اللي ارتكبها؟ والله ما على بالي شوف واش على بالك؟ والله ما على بالك. على بالك بلي راك ارتكبت مخالفة في اللحظات هذه ولا ما على بالك؟ على بالك. مين تراك مرتكب مخالفة درك في اللحظات هذه؟ على بالكش؟ 500,000 5,000 دينار جزاك. أش والله ما على بالك. 500,000 القيمة تاع المخالفة اللي راك ارتكبتها. علاه لومبات قطع الخيط واش المشكل عندك؟ ها؟ وما خممتش راك تمشي في الطريق راك بالمارشونديس بالسلعة نتاعك تمشي كاين راك تسوق كاين سواق من وراك من قدامك ما يشوفش كليوطو تاعك. مصالح الأمن من جهتها تسعى جاهدة لتحسيس وتوعية السائق بضرورة احترام قانون المرور والالتزام بالسياقة الصحيحة. مصالح الأمن الوطني ومصالح أمن ولاية البويرة يعني تكثف من حملاتها التحسيسية في هذا المجال للتوعية والتحسيس بضرورة احترام قانون المرور وتذكير السواق دائما بضرورة الاستخدام الصحيح يعني الأضواء المركبة اللي من شأنها تحقيق أسس السلامة المرورية. وحسب آخر دراسات فإن تجاهل استخدام أضواء الالتفاف يعتبر من بين أسباب حوادث المرور خاصة وسط المدن.